تعرف موقف الاتحاد هي موقف مبدئية في الدفاع على كل قضايا التحرر من العتق الاجتماعي في العالم، وأولها وفي المقدمة بتاعها هي القضية الجوهرية والقضية الأم اللي في وجدان كل حر في العالم وكذلك في كل حر متأصل عربي، القضية الفلسطينية. بل ما نلوموا على الناس الآخرين، علينا باش نلوموا على أرواحنا، لأن الأنظمة العربية المتخاذنة الخانعة اللي مديلة معناها للسلطات الأمريكية وللصهاينة، والتطبيع لم يعد شيء معناها مستور، فأصبح مكشوف اليوم في التطبيع العلني مع الكيان الصهيوني. بصفتي كرئيس الاتحاد العربي للنقابات سوف أصدر اليوم بيان، لأني كنت في مدنين، اللي يعبر معناها على الموقف النقابي الصحيح الحقيقي، وكذلك معناها دعوة معناها سياسي الاتحاد العالمي للنقابات أن يتحمل معناها مسؤوليته كاملة تجاه الشعب الفلسطيني وتجاه هذه المظلمة المسلطة على الأمة العربية. البارح دعوة الاتحاد يجمع، وهو الخيمة التي يجمع الجميع في كل المحطات معناها الفارقة، نقول أنا سواء كانت وطنية أو دولية، وهناك معناها تنسيق معناها مش نبعثه برسالة إلى ممثل الأمم المتحدة في تونس، وكذلك إلى سفير معناها الأمريكي الممثل في تونس هنا. سنسعى جاهدين مع أصدقائنا في العالم معناها أصحاب الحرية ولداعمين لحقوق الإنسان والدفاع عن إنسانية الإنسان. المسيرة هذه مش غريبة، محمدتهم تعمل هذا النوع من المسيرات وهذا النوع من الانتفاضة لأجل القدس ولأجل الأقصى ولأجل فلسطين ولأجل المواقف العربية ولأجل القضايا العربية عامة والقضايا العربية عامة. هذا واحد، هذا ألف باء محمد الموسية. القدس وهوية القدس وماهية القدس يحددها تاريخها، يحددها حضارتها، يحددها هذه الجماهير العربية المنتفضة في كل شبر عربي منذ صدور القرار، منذ ليلة صدور القرار. وكان ترامب يعي جيدا أن هذا سيكون، وهذا السبب الذي دفعه إلى إغلاق السفارة الأمريكية في تونس. ندعونا وندعو كل الناشطين وكل الفاعلين والنواب من الأصدقاء وحتى ممن نختلف معهم سياسيا إلى السعي وإلى المصادقة وإلى فرض قانون يجرم التطبيع في الجمهورية التونسية ليتسنى معاقبة المتبعين والخونة. الخطوات المنتظرة ستكون بمزيد من الضغط، بمزيد من الضغط على السلطة التشريعية التونسية، بمزيد من الضغط على السلطة التنفيذية في شخص رئيس الحكومة ورئيس الجمهورية. هذه هي الخطوات المنتظرة. مطلوب من الدبلوماسية التونسية أنه تكون في مستوى نبض شارع، نعرف إكراهات السياسة الدولية والعلاقات ما بين الدول، ولكن هذا ما يمنعش أنه الموقف الرسمي يكون في مستوى التحدي، اللي هو تحدي من نوعية غير مسبوقة ربما منذ وعد بلفور. من المتبنين لضرورة تجريم التطبيع، وأظن أنه اللي عندهم حرج في تجريم التطبيع، الأحداث الأخيرة رفعت عنهم الحرج. بالنسبة لي قضية تجريم التطبيع ما يلزمش تكون قضية أشهر في البرلمان التونسي، يجب أن تكون موضوع أيام أو في أقصى حالات قضية أسابيع.